السلام عليكم، معكم رضا طلياني. نقدم لكم الجديد تاعي اللي هو بيانو بيانو. سيت ان تريون اللي يجمعني مع ماستر سينا ولايونغ دي غابور ايطاليان اللي تم التصوير تاعو في مدينة روجي ميليا في ايطاليا. و لو تيتر هو يعني كي فا بيانو كي فا سانو اي فا لانطانو، بحال نقولوا حنا بالعربية في التأني سلامة وفي العجلة الندامة. هاد لو تيتر يعني نعالج فيه موضوع تاع بزاف من الشباب اللي يعني يطمحوا في حياة أفضل، الهجرة وداكشي. اكزاكتومون، ان شاء الله بربي عندنا ان شاء الله بربي بروشانمون يكون واحد لو تيتر اللي هو حاجة كبيرة بزاف ان شاء الله، مع لو كرون مورو اللي راح يصدر ان شاء الله في الايام المقبله. خويا واش نقول، حنا دوكا حنا الى امريكان استعرف بهذاك الشيء، حنايا ما نجمو نقولوا والو، كل شيء فابيني واضح، هذاك الشيء لا نقاش فيه الحمد لله. كاين بزاف فنانين عالميين اللي باغي ندير معاهم ديو، ما بحال زعما نقولوا حنايا مشي با اكزاكتومون هكذا واحد ديريكتومون على تيت، ما نجيبش نقول لك اكزاكتومون مستعد. علاش؟ بحكم اللي انني انا نسافر بزاف وعندي عائله نخاف عليها، والسبيل هو اللقاح، نديروا اللقاح نمرض انا وما يمرضوش هما. المشكل اللي كان وقع لي في تونس، هما كانوا يتهموني بحيازة مخدرات وانا ما كان عندي والو تحت مني، وتقاضيت وتحاكمت وخرجت براءة، ومازال لحد الان دركا كاين واحد البروبليم تاع انترديكسيون تيريتوار، راك تعرف مازال الاجراءات ماشيه والحمد لله. عن قريب ان شاء الله نكون في تونس ونبلغوا سلامنا للجمهور التونسي. خويا واش تحب نقول لك، انا جاب لي ربي الفنان يقعد فنان يبعد على هاد الامور. هاد الامور خاطياته هو، هاد الامور هادي خاطياته، ما خاصوش فنان ما خاصوش يدخل كاع في هاد البلانات هادو تاع سياسه وكذا. واش دخلوا هو للسياسه؟ يدير كان يدير ما على باليش انايا وزير. نقول لهم يعطيكم الصحه، راكم من تما انفاس حتى الصباح. الله يحفظكم. لو كان ما نافيقيش يما كي ندير باش نعيش، وليدك ما يرونديش والمرصار ياهل ما عنديش، كيفاش ما نبكيش وانا الدور وما لاقيش، نروح وما نوليش اليوم حاجة ما تحبسنيش، بيانو بيانو نلحق وندير بلاصتي، بيانو بيانو ونصوبي فاميلتي، كيفا بيانو كيفا بيانو كيفا بيانو، ريفا سانو ريفا سانو ايفا لانطانو. انفاس من الكبار، فابيني.